الآن يمكنك تحميل شهادة سجل الميلاد أنا جرافيكو دي ناشيتا من الموقع مباشرة ومجانا عن طريق سبيد أو بالبطاقة الإلكترونية، وسنترك اللينك في خانة الوصف. بعد الدخول إلى الموقع نضغط على أتشيدي السيرفيتسي الشيتادينو. الآن لديك 3 اختيارات: سبيد، البطاقة الإلكترونية، أو كارتا ناتسوناليا دي سيرفيتسي. سنقوم بالدخول عن طريق سبيد. انترا كون سبيد. بوست اي دي سبيد. نضع الإيميل والرقم السري ثم نضغط على انترا كون سبيد. نضغط على فاليو ريتشيفري اون نوتيفيكا سول اب بوست اي دي، ثم نذهب الى اب بوست اي دي على الهاتف ونضع الرقم السري الثاني حتى نتمكن من الدخول الى الموقع. نضغط على اكونسنت. وليتو الانفورماتيفا. قبل الذهاب لتحميل الشهادة نذهب الى بروفيلو اوتنت. نضغط على انسريشيت ويري كابيتال. نذهب الى الاسفل ونضع الايميل ورقم الهاتف ثم نضغط كونفيرم. الان قد تم تحديث بياناتك الشخصية. تذهب الى الايميل لتفعيل البيانات اذا كانت اول مرة لدخول الموقع. نعود إلى الصفحة الرئيسية عن طريق إسكريبانيا. نذهب إلى الأسفل لنحصل على شهادة لنا أو لأحد أفراد العائلة ونضغط على ريكيدي أون شيرتيفيكاتا. نقوم بالضغط على تلك الخانة بير بروسيجوري. الآن لديكم اختيارين، أما شهادة لك شخصياً أم أنك تطلب شهادة لأحد أفراد العائلة. نطلب شهادة لنا شخصيا ريكيدي بيرتستيسو. هنا جميع أنواع الشهادات التي يمكنك تحملها. سنخص منها اليوم شهادة سجل الميلاد أنا جرافيكو دي ناشيتا. ثم نذهب إلى الأسفل ونضغط على إمبولي كونيزيسيوني ديل باجامينتو. هنا يتم الاختيار، هل تريد استلام الشهادة عن طريق الإيميل أو تحميلها مباشرة. سنضغط على تحميلها مباشرة. أنتي بريما، نفحص الشهادة قبل تحميلها. ثم نضغط على أوتيني شيرتيفيكاتو. قدمنا لكم كيفية تحميل شهادة سجل الميلاد من الموقع مباشرة ومجانا. نتمنى أن نكون قد أفدناكم.